pasarsedekah.com. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. يعني نتعرف عليك وين ساكنه؟ مرفت الحيوي، ساكنه دير البلح البركه. كان شعوري اني دخلت الفرحه في قلوب وفي قلوب اطفالي واولادي، وكنا فرحانين ومبسوطين ان جبنا كل احتياجاتنا منها. نعم، لاني استلمت اول مره يوم الافتتاح، وكانت فرحه كبيره انهم رحبوا بينا وادونا فلوس وغدونا وغدوا أطفالنا كمان معنا، وكانت فرحة كبيرة دخلت قلوبنا. روحنا الحمد لله مبسوطين، وبارك الله فيهم في ميزان حسناتهم يا رب. لشراء الثياب لأولادي، للأكل للشرب، أطعميهم بناموا بدون عشاء، يعني للأكل للملبس للشرب لاحتياجات المنزل لكل شيء بتساعد. كان الوضع تعبان، يعني على الله كان الوضع تعبان جدا، انه ما كنا مرت علينا ايام اكل ما بنلاقي في الدار، اكل بالماء ولا شيء، حتى لا لبس لاطفالي، حتى وعلى المدرسه ما فيه. قسما بالله حق بطلب كتاب الانجليزي 5 شيكل ما فيش، دفاتر كلها يعني بالمره. وضع صعب صعب جدا، مش صفر تحت الصفر، يعني وضع دمار. اولادي بيطلبوا مني الاشي بس بقعد عيط، يعني ايش بدي اسوي عشان اجيب لهم اللي بدهم اياه؟ السقف بيسيل علينا، هيو كله مخزق مطر، كله دم مطر والريح. الدار انهدمت من ورا علي السور انا واولادي، كله هذا كله كشاف علينا. كاني قاعد في شارع، اوضه بس اللي قاعد فيها كاني قاعد في شارع. الثلاجه عندي خربانه، جبتها مستعمله خربانه، الغساله خربانه، بغسل على ايديا، ما فيش احتياجات بالمره. نص الشهر على الغاز، ونص الشهر قسما بالله على النار، اغلب على النار. ومده في يوم يعني قعدت 3 اشهر وانا على النار، مرت علي ايام صعبه جدا جدا، اني 3 اشهر على النار اطبخ واخبز كله على النار. انه يتقدم اكثر واكثر ويساعدنا، ويكون يعني يساعدنا ويساعد اولادنا. وانا بتمنى يا انهم يا يرمموا لي بيتي، يا يدونا فلوس، يعني انه نتاجر لنا بيت غير البيت هذا، لانه حرام يعيشوا فيه كانك قاعد في شارع. نطفي هذيك هوادي، بخاف عليهم والله العظيم، اولادي بخاف عليهم من الهوادي هذه. حضرنا الاحتفال، اخذت بنتي الصغيره التنتين اخذت معي وغدونا، وكانت فرحه كبيره وانبسطنا الحمد لله. رحبوا فينا وعملونا بكل احترام ودونا فلوس كمان، وروحنا مبسوطين من عندهم. بارك الله فيهم واجعل يا رب في ميزان حسناتهم. بشكر رئيستي على مساعدتنا ومساعدة الناس، وشكرا لها، وبارك الله فيها واجعل في ميزان حسناتها يا رب.